السلام عليكم يا ثاني. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بدرس جديد من الوحدة الثانية، اللي هو درس بعنوان العدد السابق والعدد التالي. نعرف مع بعض ما معنى عدد سابق وما معنى عدد تالي، وعندنا كمان تعريف جديد كمان أو مصطلح جديد بهذا الدرس، وهو العدد بين العددين. بدنا نفهم الآن ما معنى عدد تالي، ما معنى عدد تالي، وما معنى عدد سابق، وما معنى العدد بين العددين. تعالوا نطبق هون عشان نفهم على التطبيق. 310 من العدد الذي، أو خلينا نشوفه أنا، 313 من العدد الذي بعدها، أو بالمصطلح الرياضيات المصطلح الصحيح بنحكي من العدد الذي يتلو العدد 313 يتلوها، يعني بيجي بعدها، يعني بيزيد عليها بكم؟ 313 314 كم زاد عليها؟ بس بواحد. 313 ما العدد الذي يتلوها؟ ما العدد الذي يتلوها؟ 314. إذا 314 هي العدد السابق أم العدد التالي للعدد 313؟ هي تسبقها، جاي قبلها ولا جاي بعديها التالية إلها؟ يعني بعديها بواحد؟ لا، هي تيجي بعد 313. إذا العدد التالي بدي أكتب، يعني 314 هي العدد التالي للعدد 313. طيب تعالوا شوفوا 311 ما العدد الذي يسبقها، ما العدد الذي يسبقها 311؟ شو قبل ال 11 أو ال 11؟ 10. 310. إذا العدد 310 هو عدد سابق أم عدد تالي للعدد 311؟ لا، هو عدد سابق، هو العدد السابق للعدد 310، عفوا للعدد 311. هو العدد السابق لأي عدد؟ ل 311، هو بيسبق 311. تمام. الآن في عندي هون كمان غير، بدي أعبيها، وشو بدي أعبيها أنا؟ هون 311 العدد السابق فيها 310، وهون 313 العدد الثاني لإلها العدد 314. طيب 312 شو عدد الثانية إلها 313، وأما العدد السابق 311، فإذا هي جاية بين العددين في المنتصف، جاية بالنص، جاية بين 313 و 311، فهي شو رح نكتب عندها؟ هو يقع بين العددين، أي عددين؟ 311 و 313، يقع، يعني العدد 312 هو عدد يقع بين العددين. شو هم العددين اللي وقع بيناتهم أو إجا بالمنتصف بيناتهم؟ 311 و 313. الآن ننتقل لتمارين الكتاب صفحة 27 حتى نوضح المعلومة أكثر. أول تمرين عندي بيحكي لي أكتب العدد السابق والعدد التالي في الفراغ. طيب بدنا نشوف أول إشي شو هو العدد. حكينا العدد التالي اللي هو بيزيد عليه بواحد، العدد التالي بدنا نكتب عنده زائد واحد، والعدد السابق ناقص واحد. طيب ما العدد التالي للعدد 542؟ العدد التالي لإله، بما ان زيادة واحد، نتذكر احنا لما حطينا الشكل هذا، مثلا نعتبر انه 542، حكينا هون نقصان واحد وهون زيادة واحد،
أو لا؟ هون صار واحد وهنا زيادة واحد. الاثنان وأربعون، 542، شو كنا نزيد عليه؟ كنا نغير في الآحاد في العشرات وفي المئات إشي؟ لا، شو كنا نغير؟ بس الآحاد. فإذا بنكتب 543. طب ما العدد السابق ل 42 541؟ نفس الإشي هنا، لما بدنا نغير بس بنغير قيمة الآحاد أو الرقم اللي في الآحاد، نزيد عليه واحد في العدد الثاني يقل عنه بواحد في العدد السابق. 542، إذا رح تصير عندي 543. هون 541. نفس الشيء ب 645. ما العدد التالي لها؟ ما العدد التالي؟ 654. 654. ما العدد التالي ل 654؟ 655. وما العدد السابق للعدد 654؟ 600. شو بدنا نغير؟ بس الآحاد، 53. طيب اللي بعدها 766. شو العدد التالي لها؟ 767. العدد السابق لإلها يقل عنها بواحد، 765. 140. ما العدد التالي لها؟ 141. طب هون بدنا نكون شطورين وننتبه، حكينا إذا في عندنا صفر أو إذا في عندنا تسعة في الآحاد هيك بغير علينا العشرات، هيك رح تغير معنا العشرات. تعالوا نعد، تعالوا نعد مع بعض. مثلا من 35، 35، 36، 37، 38، 39، 40. ما العدد الذي العدد الذي قبل 40 مباشرة؟ شو العدد مسحكة؟ 38، 39، 40. إذا شو العدد؟ 39. فإذا شو رح نكتب هون؟ 139. ننتقل الآن للسؤال اللي بعده. اكتب العدد الواقع بين العددين في الفراغ. حكينا بين العددين أي منتصف العددين. الآن يا مس بدنا حكينا ننتقل للسؤال اللي بعده. اكتب العدد الواقع بين العددين في الفراغ. أول إشي بدنا نتذكر شو العدد، شو العدد الواقع بين العددين؟ يعني في المنتصف، يعني بينهما. تعالوا شوفوا على 531. 533. شو العدد اللي بيجي بيناتهم؟ تعالوا نزيد على هاي واحدة، شوف شو العدد الثاني ل 531. 532. 32 هنا، 33. إذا العدد الواقع بين العددين 531 و 533 هو العدد 532. السؤال اللي بعده 205، 207. العدد السابق اللاحق أو الثاني للعدد 205، 206. والعدد التالي له 207. إذا ما العدد الواقع بين العددين 205 و 207 هو العدد 206. ما العدد السابق؟
إذا كم 100 رح نزيد؟ 100 واحدة، فإذا النهاية رح تصير 9، وال100 كم بجنبها؟ جنبها صفرين، 900. بعدين 900 وواحد، اتأكد من العدد السابق ل 900 وواحد، 900 إذا إجابتنا صحيحة. 878، 880. ما العدد اللاحق أو التالي للعدد 878؟ 800. العدد اللاحق فيها 79. طيب ما العدد اللاحق أو التالي للعدد 879؟ 880. ليش غيرنا العشرات؟ لأنه عندي بالآحاد واحد. ننتقل الآن لآخر إشي عندي بالصندوق وحل المسألة. آخر إشي عندنا بصفحة 27، يقول خالد إن العدد السابق للعدد 220 هو 210. هل تتفق مع خالد؟ بيسألني هل تتفق أنت مع خالد؟ بالبداية نرجع لكلمة العدد السابق. ما معنى كلمة العدد السابق؟ أي يقل عنه بواحد. طيب 220 و 210 كم نقل عن بعض؟ هو تغيرت الأحد عنده؟ تغير يعني واحدات؟ لا، شو بتغير عنده عشرات؟ إذا نقل عنه في 10، إحنا شو حكينا لازم نقل عنه؟ بس بواحد. إذا لا ما بتفق معه، لا أو هيك عشان تعرف تكتبها، لا. ليش؟ برن إجابتك ليش؟ لأنه الفارق بين العدد 220 و 210 عشر أرقام أو عشر أعداد بيناتهم وليس واحد، لأن الفارق بين العددين هو 10 وليس 1، لأن الفارق بين العددين هو 10 أرقام وليس رقم واحد. إحنا حكينا العدد السابق بقل عنه بواحد والعدد التالي بزيد عنه بواحد. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا صفحة 27. بضل عندي صفحة كتاب التمارين، إن شاء الله بكرة بنبدأ فيه. يعطيكم العافية حلوين.